أسعار سيارات جي سات المرتقب دخولها إلى الجزائر. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو باش كل يوم يوصلكم الجديد. لم يتبقى الكثير عن انطلاق عملية تسويق واستيراد سيارات من علامات تشاك الصينية، وكانت وزارة الصناعة قد منحت الاعتماد النهائي للوكيل أمين أوتو. سنقدم لكم بعض المعلومات عن سيارة علامة جاك جي سات المرتقب دخولها للجزائر ومميزاتها. تأتي سيارة جاك جي سات الصينية متوسطة الحجم، ويتميز الجزء الأمامي بشبكة أمامية رياضية، مصابيح أمامية LED، مصابيح نهارية، فيما تتميز الجوانب بعجلات ألومنيوم مقاس 17 إنش، مرايا جانبية قابلة للطي بنفس لون هيكل السيارة قابلة للتعديل كهربائيا مع إشارات الانعطاف. كما يتميز الجزء الخلفي بمصابيح خلفية LED، مصابيح ضباب خلفية مع نظام عادم مزدوج من الداخل. حصلت المقصورة على عدد من المميزات، والتي تشمل مقاعد جلدية، مسند ذراع مركزي أمامي وخلفي، مسند ظهر للصنف الثاني قبل الطي، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، نوافذ كهربائية، إضاءة محيطة. كما جاءت المقصورة بشاشة تعمل باللمس قياس 10.4 إنش، تدعم كل الهواتف وعدة مواصفات أخرى مثل زر تشغيل المحرك، نظام مساعدة في صعود المنحدرات، مثبت السرعة، 4 وسائد هوائية، حساسات وقوف السيارة مع كاميرا خلفية، فتحة سقف بانوراما. كما تم تزويد السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات مع شاحن توربيني سعة 1.5 لتر، يولد قوة 150 حصان و 210 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كيلومتر في الساعة، فيما تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في غضون 10 ثواني ونصف. وحصلت السيارة على خزان وقود بسعة 55 لتر. أما سعر جاك جي سات في السعودية فإنه يبدأ من 58,134 ريال سعودي، في مصر 478,950 جنيه مصري، وذلك يمكن أن يكون سعر الابتدائي في الجزائر حوالي 210 مليون مع ضمان مدة 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.